مشاهدينا ورجعنا بعد الفاصل، بنواصل كلامنا مع دكتور صفوت العالم. دكتور صفوت، كان ليك حضرتك اعتراضات على أداء البرلمان في الفترة الأخيرة، قولنا الاعتراضات دي. الحقيقة أنا شايف أن طموح المواطنين والناخبين والمجتمع السياسي حول البرلمان المصري الذي يأتي بعد مصر 30 يونيو طموح كان كبيرا جدا، ولكن للأسف الشديد كان لدينا طموحات حول قضايا تشريعية وقضايا سياسية وقضايا الأسعار وقضايا تتعلق بالمرتبات وقضايا تتعلق بتشريعات عديدة. وجدنا مثلا نماذج من أن البرلمان يترك قضايا المجتمع الكبيرة كقضايا الأسعار وقضايا التشريعات المهمة وحماية الجماعات التي تعاني من الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، ويبحث عن قضايا أعتقد أنها لا تمثل درجة كبيرة من الأهمية. الإعلام أحيانا البرلمان يدخل في قضايا مع الإعلام والإعلاميين حتى لو وجه له انتقاد، والعمل في البرلمان يفترض أنه عمل عام، عمل عام لصالح الوطن، وقابل هذا العمل للاعتراض والإشادة. وبالتالي يجب أن يكون البرلمان لديه قدرة على تحمل الآراء المعارضة أو المخالفة، والبرلمان نفسه فيه عدة توجهات وآراء تعبر عن تكتلات سياسية أو أحزاب سياسية معينة تشكل المجتمع المصري في النهاية. أيضا لدينا قضايا أخرى، الكلمة تحت قبة البرلمان تزن طنا، وجدنا عدد من النواب يتناول قضايا معينة أو يشرح أو يصف بعض المواطنين بأوصاف لا تليق. في هذه القضايا يجب أن يتريث عضو مجلس الشعب في استخدام اللغة التي تتناسب في وصف بعض الفئات من المجتمع المصري. زي إيه يا دكتور صفوت؟ يعني بعض المواطنين، بعض رجال البرلمان وصفوا مثلا العلاقة بين الرجال والنساء في المجتمع المصري بأنها تعاني من مشكلات كذا وكذا وكذا، وهو أمر غير قابل للتعميم. يعني التعميم في قضايا خاصة بالعلاقات الشخصية بين الرجل والمرأة في المجتمع المصري لا يجب أن تعمم وتطلق بنسب مئوية لا دليل عليها وعلى صحتها، زي مشروع الخطوبة اللي اتقدمت بيه احدى النائبات. يعني في ظل تعاظم ارتفاع الاسعار نترك ارتفاع الاسعار ونبحث عن مثلا تشريعات تمس الخطوبة، والخطوبة امر قابل للتجربة والخطأ، ومن خلال هذه التجربة يمكن لا. وبعدين على ما اعتقد هو كان المشروع انه اللي يفسخ تقريبا بيدفع غرامه، يعني ده كده ده هتبقى مشاكل رهيبه جدا طبعا في العائلات. يعني يعني لا يجب ان تترك هذه العوامل الانتقائيه الخاصه الاختياريه بناء على قبول وايجاب. يعني موضوع لا مش مهم في البرلمان، هذه علاقات يعني قائمه على قبول وايجاب. وهناك علاقات زواجيه نجحت بعد خطبة لمدة قليلة، وهناك خطوبات استمرت لشهور وسنوات ولم تنجح ونجحت بعد ذلك بعد فترة وجيزة. إذن التعميم في العلاقات الإنسانية والعلاقات العاطفية أمر غير جديد، يعني غير دقيق. وإذا تبين أن نية هذا الشاب أو هذه الفتاة نية غير طيبة في استكمال الخطبة، طب ما الأسرة هنا يا دكتور دي حرية شخصية يا دكتور والاستبطاء. أنا مستغربة جدا بس دي حرية شخصية طبعا. في هو البرلمان هيجي بقى يراقب مين اللي خطب ومين اللي فسخ ومين السبب طبعا. يعني أنا بقول فكر غريب بصراحة، والمشكلات الحياتية التي نعاني منها في حاجة إلى أداء برلماني يليق بمصر بعد 30 يونيو. استغلال المواطن الغلبان وأخصص أكتر الميكروباصات. أولا الميكروباص معمول لخدمة المواطن، والمواطن
عندما ركب هذا الميكروباص يعني أقرب إلى أن تعاقد أن المسافة من النقطة ألف إلى النقطة ب. لا يمكن أبدا يجي الميكروباص بعد نص المسافة أو بعد تلت المسافة مثلا يقول له خلاص أنا وصلت لغاية هنا وهو واخد الأجرة كاملة وبيقوله عليه هنا الكارتة بتاعته بتبقى مدفوعة بمبلغ كامل لهذه المسافة. وللأسف الشديد لو راح المواطن اشتكى سائق الميكروباص لرجال المرور محدش بيحل هذه المشكلة.